في مرضى احنا دكاتره الاسنان، في مرضى لازم يعالجوا في حالات خاصه في المستشفيات، لانه في حالات مثل المعوقين ولا عندهم توحد امراض خاصه لازم ما يعالجوا في العيادات الخاصه في الخارجيه، لازم يعالجوا في المستشفى. واحنا هذا شغلنا، نيجي هون ونعالجهم ونخفف عن دكاتره الثانيين اللي ما يقدر يعالجوه، ونساعد الاهالي والعائلات بالطريقه اللي ممكن نعملها. يعني هاي شغلنا، واحنا مبسوطين. وبي سي ار اف، من ضمن بي سي ار اف احنا نجي والجمعيه، والحمد لله يساعدونا كثير واحنا مبسوطين. يعني احنا خايفين نغلبكم، بس ان شاء الله ما يصير للخير. يعني انا بتشكر بي سي ار اف ستيف صاصبي انه عزمنا هون، دكتور بلال اللي عرفني على فريق الاسنان، ومها المدني اللي شغلها يعني معروف بخلال بي سي ار اف. وانا اخصائيه تقويم اسنان، بس جاي من يعني من خلال فريق الاسنان، وعم نشوف حالات صعبه، اطفال عندهم اعاقات، وهدول الاطفال يعني هم ما بيهتموا مرات باسنانهم لانه الاعاقات تبعتهم ما بتخليهم يفرشوا أسنانهم مزبوط. فإحنا قاعدين عم نشوفهم اليوم، أول يوم إلنا، هو يعني قاعدين عم نشخصهم وبعدين نشوفهم شو احتياجاتهم. كل واحد بيعتمد إيش الحالة تبعته، وبعدين إن شاء الله هذا الأسبوع رح يتعالجوا عن طريق دكتور تاني معنا مع الفريق، بيعملوا تخدير عام أو تخدير موضعي، وبعدين بنشوف شو نقدر نعمل، إما خلع أسنان أو حشوات أو يعني جراحات معينة.